حمد موضع. لقطاع الأخير التمر لجمهور ترحب في حماسة وفي روعة أكثر من 110 شركات عالمية ومحلية 70 متسابقا تنافسوا ضمن الفئات العشر للمسابقة وأصدر السيجار على المهرجان الأول. هذا المهرجان الدولي الثانوي والذي من المقرر على كل ما يتمه من جهود حثوثه على ارض مطروح. كذلك الشكر والتقدير للجهود المبذوله اهميه الطمر ونخيله عند تنميه وتنويع الصادرات المصريه. معالي المهندس طارق قابيل وزير التجاره والصناعه، معالي الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، السعيد محمد موجود، والجائزة مقدارها 20,000 جنيه أيضا. طيب ماشي. عبد الله عشان العشرة.